شين كتجار ندنديت الحسيمان تفاجأ خطون ديوسين دورايا دوامان الشورات اني هذا نيوسيد ياخص لن يعقل الشورات وسيند ما يضاعف الشورات اني هذا قيت انون اختاز قد مانين قيمية بالنسبة شين التجار صح فانا شي حاجة ركرا زائد طو زائد امان زائد ضرائب الحسيمة الاقتصادي ايه هو جموخ ضمضن مرا نقارن بين ضمضن غاسل الرواج التجاري جموخ الشين ذاك الحسيمة. وفي الآونة الأخيرة شفنا يعني واحد الزيادة غير متوقعة، زيادة يعني فلكية فيما يخص خصوصا جميع المواد الاستهلاكية وكذلك المواد ديال المحروقات إلى غيرها. وبالتالي كنقولوا بان هاد الزيادات هذه اللي تنشوفوا لاحظناها واللي اكتوت بها الساكنه خصوصا فيما يتعلق الماء والكهرباء، ان هاد الزيادات يعني ستؤدي الى يعني الى نوع من الاحباط لدى الساكنه فيما يخص المسؤولين، وكذلك سيؤدي الى انفجار الوضع على المستوى الاجتماعي. هاد الزيادات كي تنشوفوا الساكنه هي غير منطقيه بالاحرى وغير يعني غير ديمقراطيه وغير شعبيه، على اعتبار ان لجينا على المستوى التقني نشوفوا الكيفيه ديال استخلاص الماء والفواتير الى غيره والاشطر، تلقوا بان هاد الزيادات غير مبرره. اذا كانت هاد الحكومه يعني انها تنفس على الازمه الماليه ديالها عن طريق هاد ديال الماء والكهرباء، وبالتالي يعني بان هاد السياسه هذه لن تجديها نفعا امام مقاومه ديال الجماهير ديال هاد السكينه والجماهير الشعبيه بشكل عام. بالنسبه لمدينة مدينه الحسيمه زرناه مجموعه من المواطنين او غالبية المواطنين شتكي زي الغلاء ومن شتكي الزاكيس لانه ثلاث شهور اوبليجي ما ديري اوغمونطاسيون وما سلي ترونش. الترونش الاول يتري ضرب زياده 80، الترونش الثاني يتري اكثر، اما الترونش الثالث يتري يمكن وقيلا تريبليقا. لهذا اي ان كان هذه هو الترونش الثالث دول السبب ما يعزى غي تسمى ديالينا اما نغران داكي مدينه الحسيمه. ثم زياده نواد الحرب، نواد الحرب 80 تسمى غير شي حاجه راهو كذلك ذاك المنطقه، والمنطقه غاسي خصوصيه انه يكسبوا والمشاريع التنمويه مغامض باش مثلا باش دايرين مثلا قادرين تستوعب الاثمنه هي اللي دايرين الكمال. فايت ورايا اخرى نتاع عباد الله بوما الطوس والطاس يجمنا مليح سمعاو نواس مزيان حتى شي نعم تا 650 فرانك تاعنا فرانك نتا طماطوها الطلب مسؤولين منايا أخزاني بوريتم الله يحسن عاون الحسيمة ولا صبر خدمات الله يحسن عاون من مغاسمي زايخت الشي ورا مزايخ